بسم الله على بركة الله. اليوم نعطيكم السلطة اللي كنت طرحت معكم في الغداء المتكامل ديال الحوت مشوي، قطع الحوت مشوي او الحوت قطبان. هاد السلطة هذه اللي ذكرت لكم فيها لاباز ديالها هي اللوبيا. عندي اللوبيا هون خضراء مسلوقة ومع شوي من الملح ومصفية، معها شوي من الزيت الحار. عندنا الملح والكمون على حساب كل ذوق كل سيدة، على حساب قياس كل سيدة. عندنا هنا شوي من المعدنوس. انا هون تقريبا عدلت قل من نص كيلو شوي من 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 اللوبيا اللي نطرحهم فوق النار. وعندنا بيضة للتزيين، اذا نخليها تشحر مزيان. هذه اللوبيا اللي تشرب للمذاق ديال الكمون والمذاق ديال المعدنوس. ونرجع لكم باش تشوفوا الطريقه ديال اضافه البيض. مباشره عاد منين شحرت لي هذيك اللوبيا وصححت الذوق بالنسبه للملح والكمون، زدت واحد شويه ديال الكمون اللي هنا قبل هيك البيضه، مباشره نكبها عليها. وفي نفس اللحظه نتم نحرك دون توقف حتى تتشكل لي حبيبات اللوبيا هذه اللي عندي. تم نحرك هي لين تنشف، ينشف ليها هاك البيضه تنشف بعجاله ما دون توقف، ما نوقف عن نحركها. انا عدلت هون بيضه واحده جاتني هي هذه في نص كيلو ديال اللوبيا، نعدلو بيضه واحده كبيره. تم نحركها لين تنشف تماما ونشوفوا شكلها النهائي. ملي لحقت لي هذا المستوى هذا نشفت لي اللوبيا ونشف لي هذاك البيض اللي درت معاها، ما عليا الا نقدمها بالصحه والراحه. اللوبيا اللي عدلت معكم اليوم راعيها قدمتها لكم هي هذه بالصحه والراحه. طريقه جميله وسريعه وكتعطي واحد اللوجو رائع ما شاء الله. اللوبيا وبهكا كنحبوها للتركيه وكلوها، كناكلوها احنا بكل شهيه، وكنقدموها بشكل اخر بخلاف عنا نحطوها مع نعدلها مع طاجين ونعدلها مع اللحم. لا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوني في الجيم وفي زابوني، وولني بكم ومهبات، وخليتكم على خير.